موجة حر كبيرة يعيش على وقعها سكان ولاية ورقلة، احتلت فيها الولاية الرياض إفريقيا، جو أرهق المواطن خاصة مع المشاكل اليومية التي يعيشونها. اليوم السخانة راهي زايدة شوية بزاف، حنا نشوفوا باللي في التلفزيون راهم ينصوا باللي كاين سخانة 40 48 ماكسيموم، بصح هي راهي تفوت حتى ل 55 60. والله اختلاف كبير، يعني يقولوا 45 ساعات نتوقعوها ل 60 كاع، كان شي ما تفوت كاع. وحنا نعرفوا الحراره هذه على طريق الجهاز تاع السياره صراحه، هو اللي كشفنا انه بدنا تكون اكثر. يعني فيما ترى المصالح الارصاد الجويه ان عمليه قياس الحراره تتم وفق معايير متعارف عليها دوليا، عكس ما يتم تداوله من طرف المواطنين. هناك مقاييس ومعايير عالميه تعتمدها الأرصاد الجوية في قياس درجة الحرارة، وهذا الذي يحدث بعض التفاوت، وتشار إلينا بالبنان بأننا لا نقول مثلا بعض درجة الحرارة. في ظل هذا الجو الحار، المطلوب من المواطن الوعي بضرورة مراعاة أوقات الخروج خاصة كبار السن والصغار.